القناة الأولى اللي معانا النهاردة في المبادرة، نروح للقناة الثانية اسمها بروف سوفت. بروف سوفت زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة هي قناة تخص التكنولوجيا وهنتكلم عليها أكتر. هي تم إنشائها في سنة 2017 وهي مختصة بشكل عام بالمجال التقني وبالبرمجة بشكل خاص. القناة صاحبها اسمه صالح من مصر، عمره 18 سنة، وبالتالي هو بيقدم محتوى مور بروفيشنال وفي يعني محتوى يعني جيد شوية زي ما قلت لكم مخصص الموضوع الالكترونيات او التكنولوجيا او المعلومات التقنيه من ناحيه استخدام البرامج وكلام زي كده. دي القناه الثانيه محتوى بتاعها جيد، حتى تخص حاجات فيها محتوى للكمبيوتر والاندرويد والالعاب، يعني في الاخر محتوى جيد جدا. ادعو حضراتكم للاشتراك في القناه بتاعه بروف سوفت، وهو بيقول انه بيتمنى انه يقدم معلومات لكل الناس اللي عايز تدخل في العالم العملاق الخاص بالتكنولوجيا ده، واللي ما بيتوقفش ابدا في اي لحظه من اللحظات. القناة فيها حالياً 1400 مشترك وفيها حوالي 55,000 مشاهدة، ودي كانت قناة بروف سوفت. نروح ل